لابد لي باعتباري مواطنا من حقي أن أبدي رأيي فيما أراه صوابا وأنحاز إليه، ولا أبالي ولا أخشى من أحد، لأن يعلم عندما أتكلم في أي موضوع ستبقى يعني التهم، وهذا محسوب على فلان وهذا محسوب على فلان. أقول أنا محسوب على الحق أينما وجد، أنا محسوب على الذين يقاتلون حفتر من عام 2014 في بنغازي وفي درنة وفي قنفودة، وأنا مع المهجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وأنا مع المظلومين في السجون من غير محاكمات، وأنا مع كل من ينادي بمبادئ فبراير، فأنا أناصر الحق وأدور معه أينما دار. والذي سمعته في هذا البيان في اليومين الماضيين من الأستاذ نوري بوسهمين وفقه الله هو بيان واضح يتطلع إليه كل إنسان حر شريف يريد نصرة وطنه وعزة وطنه. والأستاذ نوري الذي ألقى هذا البيان وتبنى هذا التيار، تيار يا بلادي، هو لا يحتاج إلى تزكية، فهو إنسان وطني معروف، يعني معروف بانحيازه إلى الحق وإلى العدل، ومعروف بحياده، ومعروف بعدم تعصبه، ومعروف بقوته وشجاعته وتصلبه في الحق، ومعروف بنظافة يده وبراءة ذمته. ولذلك هو قال من ضمن كلامه: طالب من يوم أن بدأت فبراير إلى اليوم، طالب أن يقدم كل من تولى مسؤولية إلى المحاسبة، طالب بذلك. وقال: وأول من يبدأون به هو أنا، هو أبو سهم. فلو لم يكن الرجل واثقا من ذمته ومن نظافته ما كان يقدم نفسه للمساءلة والمحاكمة، لأن المذنب لا يقول خذوني إلى المحاكمة، بل يهرب ويتهرب. وكل الكلام الذي سمعته في البيان الذي أصدره الذي يمثل تيار يا بلادي كله كلام هو ما ينتظره الناس من مدة طويلة، فيه يعني كل ما يحتاج إليه الوطن في هذا الوقت. الوطن يمر بظرف مظلم حالك وبمآسي كبيرة في أنحائه، في الشرق وفي الجنوب وفي الشمال، و تسلط عليه الأعداء من الداخل ومن الخارج، ويحتاج إلى واجهة سياسية تنتقل وتعبر به إلى وضع الأمان والاستقرار وبناء الدولة المدنية المؤسسة على العدل وعلى القانون وعلى وضع الأمور في نصابها. فما جاء في البيان كله يحقق هذا المطلب الذي طالما تطلع إليه الناس ويقولون نريد واجهة سياسية، نحن نقاتل حروب بعد الحروب، نريد واجهة سياسية تمثلنا. أقول هذه الواجهة حسب ما سمعت من المبادئ التي طرح بما فيها من التسامح مع الجميع ما عدا رؤوس الإجرام، هكذا قال، رؤوس الإجرام الذين عادوا الثورة وعادوا الشعب الليبي، هؤلاء لابد أن يعاقبوا على جرائمهم، ولكن سائر الناس الآخرين
العاديين، نقول الناس العاديين الذين ليسوا رؤوسا في الشر ولا في الإجرام، مد يده المشروع، مد يده إليهم وطلب أن يحتويهم بحيث تتوحد يعني كلمة الشعب الليبي كله للتعاون على الخروج من هذا المأزق وهذا الضيق الذي نعيشه. فهذا البيان يعني كل إنسان حر يثلج صدره وينبغي أن ينضم إليه ويناصره. وبطبيعة الحال ليس هناك شيء، ما فيش من يعارض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني المؤيد بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى، تربص به المتربصون وما تركوا سبيلا للنيل منه إلا وسلكوها، وهو معصوم صلى الله عليه وسلم. وذلك لا نستغرب أن بعض الأصوات الآن ربما خرجت وتشكك وتثير الشبهات حسب الشهوات. وأنا أرى أن كل من يتكلم الآن في المشروع لا يتكلم فيه بموضوعية ولا ينتقده لذاته، وإنما ينتقده لهوى في نفسه. من ينتقد المشروع الآن هم المستفيدون من الوضع الحالي، هم المستفيدون من الفترات الانتقالية اللي فيها الفساد المالي وفيها يعني عدم وضوح الرؤية واستمرار المآسي والنكبات، لأنهم يرون أنه لو عبرت البلد والمشروع نجح وعبرت البلد إلى انتخابات فإنه لن يكون لهم نصيب في الانتخابات، لأن الناس جربوهم، وذلك يحاولون أن يتهربوا من الانتخابات ويطيلون أمد الاحتلال الأجنبي. ليبيا الآن في وضع احتلال أجنبي، هكذا هذه هي حقيقة الأمر. ونريد مشروع ينقذنا ويخرجنا من الاحتلال الأجنبي، فهذا هو الذي أدعو الناس إليه وأسأل الله التوفيق. ولكن العبرة بالعمل. الكلام الذي سمعناه كلام مفرح وينبغي أن يلتف الناس حوله وأن يناصروه، ولكن أقول لأصحاب المشروع العبرة بالعمل. العمل هو المحك. وقد جاء في آخر البيان، سررت بأن جاء في آخر البيان قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فإذا تحول المشروع إلى عمل وخرج إلى الوجود وحقق كل يوم وكل أسبوع، رأى الناس أنه يحقق هذه الأهداف التي ذكرها، فالناس سيموتون دونه، لأنهم الآن سئموا من الظلم وسئموا من السرقات وسئموا من البؤس والحياة الكئيبة وانعدام كل ما يعني ما تملكه البلد كله سلب منهم، وهم يتمنون أن يكون هناك مشروع حقيقي عملي يأخذ بأيديهم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لهم ولكل من يريد أن يقدم خيرا إلى ليبيا.